علاقة نصيف زيتون ودانيلا رحمة إلى الواجهة من جديد، مفاجأة تكشف بعد طرحه حبيبي وبس. كيف تعرفوا ذوقي بالأغاني؟ تستمر التكهنات حول العلاقة التي تجمع الفنان السوري نصيف زيتون بالممثلة اللبنانية دانيلا رحمة مع كل جديد يصدره أي منهما. وعادت التخمينات حول هذه العلاقة إلى الواجهة من جديد خلال اليومين الماضيين بعد أن طرح نصيف زيتون أغنيته الجديدة حبيبي وبس، إذ لاحظ المتابعون أمرا مفاجئا ارتبط باسم دانيلا. وفي التفاصيل، يبدو أن نصيف بات قريبا من عائلة دانييلا، إذ أن كليب أغنيته الجديدة هو من إخراج أوديل رحمة، وهي ابنة عم الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة ومديرة أعمالها في الوقت نفسه. وكان لافتا أن هذا التعاون هو الأول بين نصيف وأوديل. سؤال عن نصيف زيتون، ما بدي أسألك خطبته ما خطبته؟ بدي أقول لك طيب شو الغنية؟ ومن جهتها نشرت أوديل على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام مقطعا من الأغنية، أرفقتها بتعليق سعيدة جدا لمشاركتي أخيرا مشروعا عزيزا على قلبي حبيبي وبس. وتوجهت أوديل إلى نصيف قائلة: أنت فنان حقيقي مخلص للغاية، شكرا لك على الموسيقى الرائعة التي أنشأتها. وتابعت: إلى الفريق المذهل، تهانينا لكم على العمل الجاد والطاقة الإيجابية، لقد نقلتم معنى العمل الجماعي إلى مستوى جديد تماما، لا أعتقد أنه كان من الممكن تحقيق ذلك بدون كل جهودك، أنتم يا رفاق حبيبي وبس. وختمت: إلى من آمن بي ووقف بجانبي منذ البداية، تعرف من أنت، شكرا من أعماق قلبي. وكانت دانيلا رحمة أول المعلقين على الفيديو، حيث اكتفت بوضع إشارات عبرت من خلالها عن سعادتها. وكان نصيف زيتون قد تصدر حديث الجمهور منذ أيام بعد إطلالته خلال حلقة كارابول كاريوكي على تلفزيون دبي، حيث قام هشام الهويش باللعب مع نصيف لعبة القوافي خلال جولة بالسيارة انطلاقا من أغنيته الأخيرة التي حملت عنوان كاراميلا. وبعدها بدأ هشام بتسمية أسماء له على وزن كاراميلا، حيث كانت غايته واضحة أن يوقع بنصيف ويقول اسم دانييلا، ونجح هشام في ذلك بعد أن توجه له بالقول: طلع الاسم كل الأم العربية عارفين الاسم إلا أنت. فضحك نصيف وقال دانييلا: طلع الاسم، ايه طلعه، طلع الاسم، كل الأمة العربية عارفين الاسم إلا أنت. وطبعا اعتبر البعض من الجمهور أن هذا اعتراف غير مباشر من نصيف بوجود علاقة تربطه بدانييلا، لا سيما وأنهما لم يستطيعا الهروب دائما من أسئلة الصحفيين عن الأمر.